أحسن الله إليكم سماحة الوالد وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل في قول الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. تقدم معنا أن الله جل وعلا خص الإنسان في هذه الآية لأنه هو المتمرد والمفسد، فهل يعني هذا أن الجن داخلون في لفظ الإنسان؟ نعم، ما في شك، الإنس مكلفون مثل الإنسان، مكلفون ومأمورون باتباع الرسل. نعم.